السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا جماعة اليوم مختلف. بصوا بقى النهاردة انتوا هتشاركونا اليوم كله واحنا رايحين الجامعة. احنا اصلا في الجامعة اللي انا بقوله ده. واحنا في الجامعة احنا دلوقتي رايحين فين؟ رايحين كافيتيريا عشان ناكل. سيبنا المحاضرة ورايحين كافيتيريا عشان ناكل عشان احنا هنموت من الجوع. قولوا حقيقة يا جماعة قولوا لهم احنا قد ايه جعانين. وريهم الاوتفيت بتاعك ارجع لورا. ايه الحاجات الحلوة اهي. احنا جايبين سندوتشاتنا ميتنا كل حاجة. اه يا جماعة النهاردة الفطار يختلف غير اي يوم لان احنا جبنا الفطار. النهاردة بقى احنا مش هنروح الكافيتيريا, احنا معنا الفطار اهو الكنز في الشنطة دي. بس البيبسي ما ننساهوش اهم حاجة. اه لا البيبسي هنجيبه. فاحنا دلوقتي هنروح المبنى التاني عشان احنا الكلية عندنا مقسومة مبنين. اه في مبنى فيه الكافيتيريا ومبنى لا. فاحنا هنروح المبنى اللي فيه الكافيتيريا عشان البيبسي طبعا. بيسافتي كده هروح بقى ناكل واوريكم كل حاجة. احنا كده خلاص دخلنا المبنى التاني. هنعمل ايه بقى؟ المفروض دلوقتي ان احنا نروح نجيب البيبسي في الكافيتيريا هناك. اه هناك يا جماعه هنمشي كل ده في سلم هنا انا بكرهه كره العمى. سلم فول السنين العظيم اقسم بالله اهو ده لما واحده تعوز تكفر جوزها تجيبه هنا. بيعملوا ايه في الهند بقى؟ احكي لهم حوار الهند اللي انت حكيته لي ده. عندهم طقوس وجزء منهم اللي هم الهندوسيين اللي هم بيعبدوا البقر. اه علي صوتك. بيطلعوا اه لما بتبقى واحد لما بيبقى اتنين بيتجوزوا بيتفقوا مع ان هو يطلع بيها 100 درجه. لو طلع ال 100 درجه يبقى هو هيقدر انه يكمل معاه حياتها كلها. واخد بالك يا واو من النوم اللي هم الهندوسيين اللي هم بيعبدوا البقر. اه علي صوتك. بيطلعوا اه لما بتبقى واحد لما بيبقى اتنين بيتجوزوا بيتفقوا مع ان هو يطلع بيها 100 درجه. لو طلع ال 100 درجه يبقى هو هيقدر انه يكمل معاه حياتها كلها. واخد بالك يا واو كمان لو طلع كل عدد درجه ليها حاجه معين. اه تمام. لما بيطلع ال 100 درجه وكده خلاص بيفضل شايلها في اعتقاده ان هو اللي هو قد المسؤوليه طول العمر وشايلها طول حياته بقى. اه ما تعدي يا كور احنا جينا جنبك. لو مثلا بيوصل للنص بتاع بيبقى هو هيقعد مثلا لعدد سنين معين وبعد كده بقى مش هيبقى شايلها طبعا. الكلام ده طبعا مش عندنا احنا. بعد ماشي طويل هنحس ان احنا قربنا للكافيتيريا ولا ده مجرد احساس؟ لا لا قربنا. يا جماعه احنا قلنا معانا ايه؟ اكل ايه بتاعنا؟ ناقص ايه؟ بس بس استني هنوريهم لما نروح هناك. ده انت بدي فتانه او اسكت يا بت. ف هروح بقى نقعد. عايزين نجيب ميه او نجيب ميه من الكورديل. لا لا ما بشربش ميه من الكورديل. هروح نقعد وافتح لكم تاني. لك ايه؟ العزومه دي عليكي ولا ايه؟ مش هتدفعي؟ لا انت اللي هتدفعي. لا انت اللي هتدفعي. انا هشرب اسقع حاجه. لا الثلاجه دي مش ساقعه. روحي على الثلاجه دي. ايه الثلاجه الساقعه اهي. عايزه ايه؟ في تفاح؟ اه ماشي هاخد واحد تفاح. وانت هتاخدي ايه؟ مش عارفه بس هاخد طعمها جامد جامد وساقع. اهم حاجه الساقعه جامد وساقع. جرب الجوافه. ماشي منا الفايسة اغنى واحدة في الشلة. ايه مين اللي هيدفع؟ ما انت دفعت اهو. امال ايه هاتي ال 20 جنيه من جيبك دي؟ الله 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 انا كائن يا بس كلاتش. طيب بس اهم حاجة نجيب سكينة. نجيب سكينة سشينة. طب خدي وهنا كانت ماما منا ابتدت خلاص تقطع وتجهز لنا الاكل. انت بتعملي ايه دلوقتي يا منى؟ لا خدي سكينة اصلا. سكينة على فكرة في شنطتي انا. خدي الشنطة بتاعتي بقى. كده حلو. افتحيهم بقى كلهم كده. كلهم كده يا ربنا. منا انا عايزه اندومي. لا حبيبتي لا. انا عايزه وليد في البيت نايم. عايزه اكل اندومي. يا رجاء جيبي لي اندومي. لا اله الا الله سبحان المغير الاحوال. حبيبتي خلاص جبتي كل حاجه. طب هتفرجي الناس انت جبتي ايه؟ اما اروح هناك اتوريهم. طب وسيبي لنا بقى شربيني الخلطه السحريه اللي فاتت كل وسام.
اسلي كده تبقى مشرشره. اديني تحضري هنا بالكسكسي. انت عارفه السجينه دي ممكن تتقلي فيها. خلي بالك السجينه انا اتعورت. اتكلمي عن نفسك. ماشي خلاص كده فتحتيه ولا لسه؟ فتحت خد واحده ايه؟ اخر واحده. طب يا مزهر الحيل. خلاص يا مامي منا؟ خلاص يا مامي منا؟ منا ماما ماما مامي ايه جبتي الاكل خلاص؟ جبتي اكل في الشنطه اللي فيها الكنز دي يا مامي؟ طب انزلي هنا تعالي كده يا ماما. الاكل في الشنطه دي ماشي. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بصي يا مامي يا جماعه مختارين اكتر. لا ما تهزريش في ناس ما تهزريش والله في ناس اهم. المكان الوحيد اللي احنا بنقعد فيه احنا بنقعدش في حته غير فيه ده عربيات. مع المكان الوحيد اللي احنا بنقعد فيه بصي ما فيش في الجامعه نقعد احنا تعبانه نقعد بره هنا. يا بنتي دي بنات دي بنات ولاد والله. طب تعالي نروح نشوف ولاد وانا مش محدش هيعرف. شفتي كلهم بنات ازاي؟ مفيش غير واحد بس هنمشي بره كده. احنا ايه شفتي زي ما قلت لك طلعوا ايه كلهم ايه بنات. لا 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 الكنز اهو الكنز ده. احنا قربنا للكنز. احنا خلاص قربنا نوصل مكان الكنز. كلها خطوات بس العيال البارده شوفوا ولسه ما جوش. الجامعه حرفيا يا بنت الجامعه ما فيهاش غيرنا ولا ايه؟ فين الناس؟ فين البشر؟ اختفوا. بقى لنا ساعة بنلف على مكان نقعد فيه عشان مكاننا المفضل في ناس قاعدة فيه. بصوا يا جماعة الحديقة المائية. يا اخي يا اخي يا اخي. ايه بس المكان ده؟ دي هنا عصافير. استنى وراكم. يا عصفورة. عصافير استرالي. شايفين؟ هنا مفيش. كلهم كيوت جدا. كلهم حلوة قوي. روحي العبيهم يا بنتنا. ماما منا ماما منا ايوه. هو انت بتعملي ايه؟ عامله الاكل. يا جماعه منا عامله لنا اكل وطبعا هي اللي دافعه حقه كله. ايه الحلويات دي؟ طب قولي هتعملي ايه؟ هعمل لك سندوتشات رومي ولانشون. الله 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 يا جماعه اللي عايز ياكل في اوبن بوفيه هنا. مالك بتحب الجبنه دي يا جماعه؟ يا جماعه انا بحب الجبنه دي جدا. استنوا بقى اوريكم منا بتعمل ايه. معاكي السكينه؟ اين السشينه؟ لا انا وريني وريني. بقول لك ايه انا بحب اللانشون ده قوي يا منى. اللانشون ده. طب بقول لك ايه ممكن حد يروح يبدل لنا ضرب باسقه؟ ساره خدي يا ساره منك طلب قدام الناس ووعديني تنفذيه. روحي بدلي لنا العصير بعصير ساقع. العصير ساقع شويه. اكلي انا جبت لك جوفه. سبحان الله اقسم بالله قدام الكاميرا ملاك. نفسي اوريكم في الكواليس بتعمل فيا ايه. بتقطع شعاله هنا يا ولاد. انتوا عايزين ايه؟ انتوا كمان جعانين؟ جدا. كل ده مجوعنا. ماما منى. يلا يا عيال يلا بصوت واحد. واحد اتنين تلاته. ماما ماما. انا اللي هعمل لكم السندوتشات. ماشي؟ ماشي؟ ونهي طب سيدي اعمل واحد. هعمل واحد بهيش. طب تعالي نعمله انا وانتي والبنات. ماشي؟ هنحط ايه؟ تعالي سر الخليط. ماشي جبنا الكرواسون اهو هنحط فيه الجبنه. فين المعلقه؟ مبروك عليك يا وليد ست بتشاطره اقسم بالله ما تعرفش تعمل سندوتشات. بقول لك ايه هاتي هاتي معلقه. هتفضل تاكلك سندوتشات ويندومي بس. اه بصي يا جماعه اوعدك ست بيت كرواسون جبنه هتعيش عليك. الراجل ده صحي صحي والجبنه بتاعته صحي صحي. بنحط جبنه كده. عرفتني؟ اه هنحط الجبنه كده. احلف يا راجل قول والله. احنا حطينا عليها حطينا الجبنه وهنحط عليها لانش. ماشي ده هنعمله سندوتش استاكالانس. لا سوري هنسميه سندوتش الملك. ماشي؟ لا هي فعلا ماشي. بصي دول بيضربوا بنات استوب. احنا ما عملناش حاجه وهي مش هتعمل. احنا عايزين نشيل ده يعني نشيل دي في يا جماعه بتاع دي. انا ما بحبهاش في الانستجرام. منا هتموت وتساعدني. ماشي مامي مامي كبيره. حطينا كده اللانشون في الجبنه وقفلناه. ده اول ساندويتش. خدي بس خدي كده بس تعالي انتي مش هتحطي تاني ليك انتي عشان تاكلي تتغذي. اكل واتغذى. اه مفيش ان احنا عاملينك حاجه. زودوا لي جبنه بقى ده ما بتحبوش الجبنه. طب ماشي يلا بقى كملي. الله الله بصوا يا جماعه انا بهبلي وقعتها خدينا. اهم حاجه الصحه. اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه الصحه والفلوس. اهم حاجه الصحه والفلوس. ده كده اول واحد. والله انا الشيف شربيني. شكرا ميرسي شكرا.
في كمال ان ان. طب خلاص تعالوا هنلعب لعبه حلوه، هنلعب لعبه حلوه، ماشي. هنلعب لعبه حلوه، يلا. هسالكوا سؤال عني واللي يجاوب صح هديله. ماشي ماشي خلاص. ماشي. انا اكتر لون بحبه ايه؟ اسود. اسود. هو هي غلط اقسم بالله. هو ابيض. بس ماشي هسالك بقى انت. وربنا كنت تتوقعي. تتوقعي انا برج ايه؟ الميزان. لا غلط بس خدي ثواب. طب ايه مش عايزه تتسالي سؤال؟ بصوا يا جماعه الاجابه ان انا بحب اللون الابيض وانا برج الحمل. يا جماعه اسود اسود. قيموني الساندوتش بتاعي اديله ريت كام؟ كام؟ كام من 10؟ 10 بقى عشان انت اديتينا. ماشي كام من 10؟ خدي دي وقولي لي. 9. خدي دي وقولي لي كام من 10؟ ما تبقاش تاني بتيجي مش جدع. محبه فيبقى 10 من 10. ادوب انا صاحبه الساندوتش. اسمها 100 من 100 يا جدعان. انا صح صح غرور. ده غرور. تاني احب اقول لك انها تاخد 6 بيت. ايه انا فنانه انا عجبهم السندوتشات بتاعتي صح يا عيال. بعد ما خلاص خلصت وعملت له سندوتشات الصراحه ماما موني هي اللي عملتها وانا كده خلاص خلصت الفيديو ده. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.